السلام عليكم، شلون شباب؟ موضوعنا اليوم هو عن تغيير الديسكات مال السيارة. خلينا نقلل الصوت، عفوا صوت الهواء نقلله. الديسكات مال السيارة أو فحمات البريك. طبعا قبل كم يوم سويت فيديو وسويت نموذج، وراح أخليكم الفيديو همين على مود تفتهمون من عنده شلون جبت الديسكات وما غلطت. طبعا 100% نفس الديسكات مالاتي. زين، وهو من الشباب بنخلي الديسكات، قلت لهم هذا السبرنج لازم تضبطوه، قالوا لا وهذا لين عتيقات. هاي سويت لكم اياه واشتغل نفس ما كان. ان شاء الله الفكره واضحه. شوفوا شباب، هاي شده الديسكات صحيحه، لازم من تكبسن ينفتحن. شوف تكبسن ينفتحن، انتبهون على الموضوع. شوف من تكبسن هيك تذن ينفتحن، هاي شدتهن الصحيحه. فذاك بستين صورت لهم ذاك اليوم، قلت لهم الديسك من تشد الجديد لازم من تسوي له هيك يرجع. شوف لا يرجع، قرب الصوره منها. خلص صير شوف جاي يرجع. ليش جاي يرجع؟ لان هذن السبرنجات يشتغل جديد صحيح. واي قالوا ذا تشد الجديد ما راح يرجع عندك، وهذا لين قديم. هاك شوف حتى ذا قديم، اذا انت تشده بصوره صحيحه يقوم يرجع. الفكره واضحه. طبعا من تشد الديسكات وتكمل، خلينا نفتح ونشد وبعدين نكمل الفيديو. هسه يا شباب مثل ما تشوفون هنا، هذا يسموه الفلنجة، هو اسمه الديسك لان هو هذا القرص. هذني فحمات البريك او احنا نسميهم بالعراقي ذن الديسكات. اذا تشوف هذا المكان من تتلمس بيدك تلقى بيه هواي حفر لازم تصفره. يعني حتى ذا اول فتحه هاي له لازم تصفره. شلون تصفره؟ تودي الجهاز يعني الفحمات اثنين يخرط لك هذا كله، يصفره الاخير يسوي لك اياه وجه واحد. الاصح والاحسن لازم كل ما تبدل هذن الديسكات او الفحمات مال البريك لازم تصفر هذا وياه، على مود الفحمات جدد والديسك جديد راح يشتغل عندك شغله نظاميه 100%. انا بصراحه ما عندي مشكله بالبريك، يعني البريك ناعم وحلو ما بي اي رجع، فما راح للسهوله ما راح اصفر ذني. هو الاصح لازم تاخذ معلة شيء بسيط وتصفرهن. ليش؟ لان عندك الديسكات جدد وهذا يرجع جديد، يرجع عندك البريك 100%. هسه يا شباب تشوفون هذا الديسك او الفحمات مال البريك، هذني الجديد. هذا الجديد مثل ما تشوفون هذا بجرس، هذا الزغير هذا جرس. هذا الجرس من تخلص هاي الفحمات ويوصل لهنا يظل يطلع صوت وصوصة بالويل. ليش؟ حتى ينبه السائق يقول فحمات البريك او ديسكات البريك خلصن لازم تغيرهن. طبعا هذا اجى ما بي انا، ضفت له واحد. هسه عندي هاي الصفحة، هاي لا هاي الصفحة ما بيها، لازم افتح مال هاي الصفحة وادقها عليه اضيف لها على مود يصير عندي جرس يفيدني. شو وقت يفيدني؟ من يستهلكن ينبهني على مود اغيرهن. شلون نفتح البريك؟ مثل ما تشوفون تفتح هذا سبان 14، مجرد تدق دقتين هيك راح ينفتح. انه بتفتحه بيدك، تفتحهم بيدك. ليش؟ لان هو البراغي بعدهن جدد. زين هسه شوف، شوفه جديد البرغي وما بي اي وساخ، لان السياره بعد هي جديده. تفتحه هيك، تقدر تسوي له مجال شوية توسع له على مود يطلع بسرعة. مجرد تسحبه هيك اللي فوق، سحبته تخليه هنا، بعدين تكبره. شوفوا ده صار كلهن وسخ من ورا من ورا فحمات البريك. طبعا نحتاج درنفيس هنا، لان هنا اكو قطعة صغيرة. شوف توصل هذا، تعال صور لي هاي. هاي الزغيرة تحتاج شوية تضغطها لي جوا، ضغطها لي جوا طلعت. شوفوا الفحمة ايش قد باقي بيها، خلصانة يعني ما ضال بيها اي شيء. راح اشوفكم الجرس مال هاي الجهة اللي هو دق عندي جرس ونبهنا على الموضوع. هلا افلتها من هنا. شوفوا يا شباب هذا الجرس اللي قلت لكم عليه، طبعا هذا راح افله اشده لذيك الجهة. شوفوا ايش قد باقي بي، يعني خلصان خلصان نهائيا منتهي. اذا تقارنه ويا هذا الجديد شوف ايش قد فرق، شوف ايش قد فرق هذا عن هذا. زين خلي نبدل
الديسك طبعا راح اشد هذا البيجرس الكامل، بيجرس يصير جوه، ونشد هاي الحديدة همين إضافية، نشدها مثل ما كانت. طبعا أنا متأكد معدهن 100% نفس الشيء، متأكد معدهن 100% نفس الشيء، تخليهن واحد فوق الآخر نفس الحدايد نفس الشيء. تبلش بالشد، شلون شديتهن تقلبهن بالعكس، يعني نشد كبس. زين، هواي من الشباب من صور ذاك الفيديو، هواي من الشباب قالوا انت شلون وهذا اذا جديد ما يرجع. اذا عندك طابعة هاي الحديدة، ركز لي على هاي الحديدة، اذا عندك هاي الحديدة طابعة تقدر تكبسها هيك شوية، ترجع تكبس هاي الصفحة هيك شوية، ومن تريد الشد الجديدة مجرد تجيبها تخليها بهاي الصورة، تخليها قدامها طبعا، منها همين تخليها قدامها تضغطها. تضغطها بس، شوف السبرينج جاي يرجع هاي الصفحة، بس هاي الصفحة ليش ما يرجعها؟ لأن أنا ما مقوي السبرينج مالتها، خله قويه ونرجع لكم. هواي من الشباب اللي صورت لهم ذاك اليوم قلت لهم الديسك من تشد الجديد لازم من تسوي له هيك يرجع، شوف ده يرجع، قرب الصورة منها خلص، شوف جاي يرجع. ليش جاي يرجع؟ لأن هذن السبرينجات يشتغل جديد صحيح. واي قالوا ذا تشد الجديد ما راح يرجع عندك، وهذا لين قديم، هاك شوف حتى ذا قديم إذا أنت تشده بصورة صحيحة يقوم يرجع. هسه يا شباب رجعنا البستم للأخير، شو رجعناه؟ تخلي هاي ويل سبانة منها وتخلي الديسك وراها وتدفع حيل ترجع. اكو طريقة، اكو طرق اسهل هواي، بس هاي اسهل طريقة انا لقيتها. خلي نشد، شوف هسه قعد 100%. طبعا هواي من الشباب ذاك اليوم يقول قحط هو ديسكات قحط. يا شباب صحيح هو سهل، بس اكو هواي ناس ما تعرف. طبعا انا بصراحة دائما ما شدن بالبيت، يعني اروح للحداد يشد لي اياهن اسهل، لان هن ما يسوون بصراحه. بس هاي للتوضيح للفيديو، ناس تحب تشتغل بديها، مثل يعني هواي ناس تحب تشتغل بديها. انا طبعا احب اشتغل بيدي بس مو دائما، اذا عندي مجال ما مستعجل انا اشتغل بيدي واشدهم بيدي، اسهل واحسن وارتاح بصراحه. هواي من الشباب حسبالهم هذا الديسك او الفحمات مال البريك تستهلك بس من البريك، طبعا بالدوس القوي هم تستهلك. راح تقولون هاي شنو، وش له علاقه بالدوس القوي؟ حبيبي هاي بالدوس القوي تراكشن كنترول راح شي يسوي، يضغط البريك على هذا التاير، افتر اسرع من ذاك راح يضغط البريك، يلزمه على مود القوه تروح ذاك التاير، فمن يلزمه خو ما يلزمه ببلاش، يلزمه بفحمات البريك، فراح همين يستهلكن، يعني الدوس القوي همين يصرف ديسكات. ان شاء الله الفكره واضحه. طبعا من تشد الديسكات وتكمل خوش، اول ما تصعد بالسيارة تدوس بريك، ترس بريك 1 2 3 وتشيل رجلك، ونو بترس 1 2 3 وتشيل رجلك 1 2 3 هيك، شوف وتشيل رجلك لحد ما تحس البريك قوي صار جوا رجلك، انتهت المسألة بعد ما عندك اي مشكلة. ان شاء الله الفكرة واضحة، ان شاء الله عجبكم الفيديو استفاديتوا من عنده، ولهنا وانتهى الفيديو. هسه ما مشتركين بالقناة يشتركون بالقناة، ولعجب الفيديو يعطينا لايك. اخوكم حسن المسيبوي في مهلا.